هو اللي انقذ الفرس الهدف ديت، وان شاء الله يقوم سليم. ديفيد الدكتور حسن البرنس نائب محافظ اسكندريه كان عمل مؤتمر صحفي كده، احنا عارفين ان السيد المحافظ المستشار محمد عطا عباس، وقال شويه حاجات كده تخض، يعني من ضمن الحاجات قال ان المحافظه عليها 900 مليون جنيه مديونيه، منها 230 مليون للمقاولين، والحاجات دي طبعا كانت هيستكمل بيها الانفاق على الكورنيش، كل يوم الناس بتتهف هناك، وترعه المحموديه وبحيره مريوط ونفق ميامي، يعني الامور. طب هتعمل ايه المشاريع في اسكندريه؟ دي حاجات تخض. وبعدين قال حاجه غريبه جدا، قال لك ان المحافظ لا يملك صلاحيات الاداره في المحافظه الا 15% بس، وال 85% تحت امر جهات سياديه اخرى. الكلام ده عاوز توضيح طبعا، كان مكتوب في الاهرام اول امبارح تقريبا. طبعا الحاجات دي ممكن جدا بتخرج منها كلام عشان المحافظه تبقى كويسه، والموتوسيكلات اللي رايحه جايه فيها دي تقف. يا ريت السيد مدير المرور هناك يطلع كده مره وشوف العيال الصغيره اللي سايقه موتوسيكلات وقاعده تدوس الناس وعامله ازعاج بالراديو اللي فيها. حاجات غريبه جدا، حاجات غريبه جدا بنشوفها في اسكندريه الصراحه، يعني غير البيوت اللي مترتره فوق في الحارات 20 دور وبتاع، حاجات غريبه جدا. يعني امتى الحاجات دي ما كانتش موجوده؟ لازم المجتمع عاوز ظبط وربط الصراحه يعني. وبعدين ظبط وربط ما تزعلش، اللي يزعل من الظبط والربط والنظام يزعل بقى. تتلعب كوره والناس كلها بتتنشأ على ان ايه، ان يبقى في ظبط وربط ونظام الصراحه، هتساعد الحكومه في الكلام ده. ادي جمعه يشوط جمعه وتخبط تتحول ضربه ركنيه، حوالي 10 ضربات ركنيه.